ولكن خلونا نعرف أكتر قراءة تحليلية من الدكتور أحمد بيومي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ودكتور أحمد معانا عبر تطبيق زوم. مساء الخير يا دكتور أحمد. مساء النور يا فندم، مرحبا بحضرتك يمكن استاذه هشام. السؤال الأهم اللي بيشغل المصريين، هل كانت هذه الزيادة مهمة؟ يعني سؤال مهم. الفكرة الأساسية في الزيادة هو استدامة الدعم. احنا خلينا بس نوضح نقطة، هي إن الدعم لازال مستمر لرغيف العيش، وإن الحكومة لازالت بتدعم رغيف العيش بحوالي 85% من التكلفة الحقيقية للإنتاج. هل الزيادة في سعر رغيف العيش مهمة؟ بالتأكيد هي مهمة. ليه؟ لأن هي بتقلل الهدر في الاستخدام بتاعت العيش. احنا عندنا سعر رغيف العيش يعني بحتة الدولار كده البسيطة كان بيكلفني حوالي 21 قرش و13، ثم ده بناء على تسعير دولار 8 جنيه للدولار، ثم في 2017 بدولار 16 بيكلفني حوالي من 42 ل 47 قرش، ثم في 2023 بدولار 30 بيكلفني حوالي 80 قرش، ثم في 2024 بيكلفني حوالي جنيه وربع. الزيادة في تكلفة إنتاج العيش بتنعكس على أرقام دعم. أرقام الدعم ارتفعت من حوالي 88 مليار جنيه لدعم العيش إلى حوالي 136 مليار جنيه لدعم العيش. مش دي المشكلة، لا. ال 136 مليار في حد ذاتها هي المبلغ مش كبير، لكن الفكرة الأساسية إن مصر هي دولة مستوردة للقمح، ووجود تسعير خاطئ أو تسعير رخيص جدا لسعر سلعة معينة بيتحول الاستهلاك من استهلاك لغرض إشباع الحاجة إلى استهلاك لأغراض بديلة. طيب خليني يعني اسال حضرتك، بما انك ذكرت ال 136 مليار وان هو رقم مش يعني ممكن يكون مش كبير، فبالتالي برضو السؤال اللي الناس ممكن تكون بتتناقش فيه انه ممكن يكون مش كبير، ممكن يكون فعلا الرغيف اللي بخمس قروش ده مش كل الناس بتقبل عليه في اوقات عاديه، ولكن بعد كمان زياده سعر مثلا الخبز السياحي فبالتالي الناس كانت بتلجأ لهذا الخبز المدعوم اللي هو بخمس قروش. حضرتك برضه بترد على هذه الجزئيه ليه؟ ازاي؟ لانه ناس بتقول طيب ما هو ممكن كان يسيب يعني نترك هذا الرغيف اللي بخمس قروش لانه بيعوضني عن الرغيف الثاني اللي ممكن يكون بقى سعره اعلى. ما هو الرقم الاساسي في الاستهلاك لما نيجي نتكلم عن استهلاك رغيف الخبز البلدي او رغيف الخبز المدعوم، احنا بنتكلم في حوالي 100 مليار رغيف سنويا. هل بالفعل هذه الكميه من العيش بيتم تناولها على مائده الطعام المصريه بالكامل، ولا بيترمي تلتها ولا نصها ولا ايه؟ ده اهم سؤال. ده لان العيش ده هو عباره عن قمح، والقمح ده احنا بنستورده، احنا بنستورد 12 مليون طن قمح سنويا، فالقمح ده دولار. فوجود هدف في حد ذاته الى اني احول هذه السلعه لسلعه ذات قيمه، انا وانا بستهلكها او وانا بشتريها بفكر ان انا السلعه دي اصبح الجنيه بيجيب لي منها خمسه، فانا هحافظ عليها وهستهلك قد الكميه اللي انا محتاجها، ومش هجيب كتير علشان استهلك اللي استهلكه والباقي يقعد لو كلته كلته ما كلتوش يترمي، او اكل بيه الطيور، او يعني يبقى ليه استخدام تاني غير الاستخدام الرئيسي اللي هو الاكل. وهنا يعني اقتصاديا، ودي يعني نظريه معروفه، اي بتدعم بدعم عيني مش نقدي لفترات زمنيه طويله بيتحول الاستهلاك فيها من الاستهلاك لغرض اشباع الحاجه الى الاسراف الاستهلاكي، ان انا بستهلك السلعه بشكل اسرافي علشان هي سعرها رخيص للغاية بالشكل اللي هو إيه حتى أنا وان راح كان أشتري. على اقل عددها، يعني احنا بنتكلم على انه اصبح هناك عدد ارغفه معين كان موجود للمواطن، فهل عندنا بحث بيقول انه لا حتى هذا العدد الاقل بيتم استهلاكه في غير مكانه؟ يعني مع يعني لو بتتكلمي عن بحث أو دراسة تمت علشان يتعرف إذا كان الاستهلاك ده بيروح للاستهلاك البشري او لا، ما عنديش علم الحقيقه في دراسه تمت زي كده او لا، لكن المهم ان انا احول السلعه دي. هو بالمناسبه هو من 5 قروش بقى 20 قرش، هو لسه الجنيه بيجيب 5 ترغيفه. هو بالنسبه لمواطن محتاج الخمس ترغيفه دول مهمين، لكن
الفرق ان انا بحاول على قد ما اقدر اخلق قيمه لرغيف العيش تقرب من السعر الحقيقي ليه، وهفضل ادعمها. هي كده كده مفيش دوله في العالم بس ما بتقدمش دعم، مفيش دوله في العالم ما بتقدمش دعم غذائي، لكن الدعم ده ظروفه وحجمه وامكانياته بتتفاوت حسب الوضع الاقتصادي للبلد وحسب كميه الاستهلاك من السلعه دي. فلو انا بصيت على رغيف العيش، رغيف العيش من اقل السلع اللي تم المساس باسعارها في مصر. احنا الفتره لحد قبل 1980 كان الرغيف بيتباع بنص قرش، في الفتره من 1980 لحد 1984 زاد من نص قرش لقرش، يعني زاد نعم 100%. من 1984 ل 1988 بقى بقرشين، زاد 100% تاني. وفضل بعد كده من 1988 ل 1924 فضل بخمس قروش اكتر من حوالي 30 سنه. احنا النهارده بنتكلم عن 20 قرش، 2024. نعم يعني لحد 24. احنا النهارده بنتكلم عن 20 قرش، وبنتكلم عن وجود سياسه في الدوله لاستدامه الدعم. انا نعم النهارده كدوله عايزه افضل قادره اقدم الدعم ده، فعلشان اقدم الدعم ده نعم لازم يكون الدعم عادل، ما يبقاش دعم نعم يؤدي الى الاسراف في نعم الاستهلاك. أنا بشكر حضرتك على هذه القراءة، الدكتور أحمد بيومي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شكرا لوجود حضرتك معنا عبر تطبيق زوم، وزي ما بقول لحضراتكم الحوار المجتمعي مستمر في هذا الأمر، وهو حوار يعني مجتمعي صحي، إن احنا نستمع إلى الآراء المختلفة في هذا الأمر.